مين؟ طيب ليش ما تجلس جنبي؟ ليش قاعد ورا؟ عشان تبين بيبي. تعالي. اوكي، في كثير 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 رسائل ودي ارد عليها، بس اكثر رساله حابه ارد عليها هي انه ليلى كيف ما شاء الله مالك 5 ايام والده وتطلعين وعادي تروحين شوفوا يا بنات، كل الحوامل، كل المتزوجات، كل اللي على ولاده، حطي ببالك شيء واحد، ان الولاده شيء جميل، وانت اذا حامل ولا توك والده انت ما انت مريضه، يمكن انت اقوى من اي انثى اخرى على وجه الكره الارضيه. خلي ايمانك برب العالمين كبير، وخليك قويه، وكفي حياتك عادي، وكملي شغلك عادي، اكيد ارتاحي 24 ساعه، 3 ايام، 5 ايام، اسبوع، الفتره اللي انت تحسي ان جسمك بحاجه لها، بس لا تستسلمي وخليك اب. وايش واهم شيء، حيطي نفسك بالناس الايجابيين، positive people around، no negative people ابدا. ما تخلي حدا يعلمك شيء، انت تعرفين كل شيء، الامهات يعرفون كل شيء. صح طبعا، من جد الامهات يعرفون كل شيء، سبحان الله بالفطره. تعرفي كيف تتعاملي مع ولدك ولا مع بنتك، اكيد استشيري الاختصاصيين، استشيري دكتورتك، بس مش امي وخالتي والجاره والجيران وام يوسف قالت وام سمير قالت ولا وام محمد تقول كذا، بعدين مش ضروري تعجيها على حالك ويجي 6500 شخص، لا 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 لا، فكري بحالك، فكري بحالك وبابنك او بنتك، كيف تامني لهم الامبيانس البوزيتيف والنظيفه، وتشوف الناس الصح اللي بيعطوك ايجابيه وبس، والباقي كبيب زباله. ونسيت أهم نقطة، مو إذا واحدة ولدت ولا كانت حامل ولا كانت يعني توها تعملي نفسك، ولا عادة تسوي ميك اب، ولا عادة تضبطي شعرك، ولا عادة تلبسي، العكس، أنت أم، أنت الحين لازم تكوني أجمل من قبل وأجمل من العروس، حتى يعني من أيام ما كنتي عروس لازم تكوني أحلى. وانتبهوا لأكلكم، لا تمتنوا كثير، أنا رح أفوت أعصابي، هلا عنا 10 كيلو بدون ينزلوا، يلا الرحلة مع بعض، وتشالنج كثير حلو، تحدي كثير حلو، والحمد لله على كل شيء، وما قاعدة أتفلسف، بس قاعدة أحاول كذا يعني من تجربتي أقول لكم أنا إيش طلعت باختصار، وأنا ويوسف وبيوسف نتمنى لكم نهار أجمل من جمالكم. يعطيك العافية. يعطيك يا رب. شو عم تعمل؟ عم بزرع شجر يوسف. يعطيك ألف عافية. هيدي زيتونة يوسف. عم يزرعها، يعطي ألف عافية. هيدي شجرة يوسف. عم نزرعها مع معلم أحمد بجنينة تحت البلكون تبع يوسف، هيدي غرفته. معلم أحمد خبرنا، شجرة الزيتون بشو بتتميز؟ تتميز بجمالها وطول عمرها. نعم. الزيت تبعها حلو. تمشي. حلو. والسلام. ايه طبعا، هي الزيتون مذكور بالقرآن وبالإنجيل. كيف تمسكها أنا وأنت؟ حبيبتي يا طنط هدى، شو بحبك، بتجنن. ايه اكيد اكيد. هيدي شجرة يوسف يا حبيبتي، كلك ذوق. يا الله يا طنط هدى شو بحبها. طبعا طنط هدى بكره بينزل بيتعب. هالجنينه بارضيتها، يعني نحن عم نزرع الزيتونه بارض الست هدى الخوري حبيبه قلبي. مرسي مرسي يا احمد. الله يخلي لك ولادك يا احمد. الله يخلي لي.
شفت يا ماما ضلون يا أكيد يا حبيبي. حبيت الفكرة؟ هايد أكيد أكيد. تحياتنا لأنطوان خوري الإعلامي الرائع ابن للطنط هدى. طبعا الأستاذ أنطوان خوري بتلفزيون البي بي سي لندن، هو هلأ بلندن، عم نقول له هو طبعا كان من أكثر المؤيدين لهيدي الفكرة. مرسي كتير لتوني ومرسي لأمه. أنا بعيط لك طنط هدى، ما في عيط لك غير شيء حبيبة قلبي. وروزا thank you روزا I love you. شو بك؟ وهيدا لبنان، هيك نحن، هول عاداتنا وتقاليدنا. وهيدا أحمد، شو يا أحمد؟ يعطيك ألف عافية. وهي زيتونتك يا ماما، عم بيشوفوها كل. أحمد من وين؟ من سوريا. على راسي أهل الشام كلهم، إن شاء الله أهلك بخير. الحمد لله بخير والله. الحمد لله. نو واي أحمد علملي بيبي. شفت بليز تعال تعال بلكون يوسف شوفه. بعدين أنت اللي رحت طلع الصبي قاعد على البلكون. أوكي. أنا رح أطلع أصورها من فوق، أوكي؟ لأنه يعقوب بترك الصبي لحاله. معقول بيبي؟ زيتوني. شكرا يا احمد، يعطيك الف عافيه.